لا ينصح بمشاهدة هذا البرنامج للأشخاص الأقل من 12 سنة. أهلا بكم في هذه الحلقة باللغز الجريمة. قضية اليوم ستكون في مدينة وهران، وبالضبط في حي بتيلاك. اختفاء مفاجئ لأبي أسرة يدعى الحاج. حالة من الخوف والترقب والحزن عاشتها العائلة لأيام. ترى من يقف وراء اختفاء الحاج؟ هل هو هروب من شبح الفقر أم حادثة اختطاف مدبرة؟ لنتابع. وهران أو الباهية، ثاني أكبر مدن الجزائر، مدينة جميلة يقصدها معظم الجزائريين للاستمتاع. اعتبرت لسنوات ولا تزال قطباً اقتصادياً وفنياً وثقافياً بامتياز. حي الضايع، بهذا الحي القزديري يسكن الحاج متزوج وأب لطفلتين. في هذا البيت وبين جدران هذه الغرفة الضيقة يجتمع الحاج بطفلتيه وزوجته، يداعبهم وينزع عنهم عبء يوم مثقل بمواجع الحياة وقساوتها. يشتغل الحاج في بيع الخردة بهذا السوق المجاور لبيت عائلته. يقوم بشراء أشياء مستعملة ويعيد تسويقها لكسب قوت يومه. حنا الحاج خويا هو العاقل وقدام، ما يحوسش على المشاكل ولا خاطيه المشاكل. تروح تسقسي دروك أي واحد، جار ولا صحابه ولا، يقول لك الحاج خاطيه، كان يبيع ويشري في خردة. هو كتريا كان غير خدمة، دار دار خدمة، ما عندهش بلاصة زعما هكا يروح يحوس ولا هكا، ما عندهش. كان إنسان خدام، يعرف خدمته يروح للدار يدي صوالح وليداته وصاي. كيما أي عامل ما عنده لا لاسيرونس، ما عنده والو، خدمة حنا كيما نقولوا في السوق، شري صوالح قدام يبيعوهم في ريشيدان، ما بقديم ولا هكا. حاج معروف بلومبيوس، يضحك ويلعب. حاج زعما معروف بالضحك تاعه، زعما كي تشوفي الضحكة تاعه ما تنقلاش من وجهه، معروف يضحك يلعب مع الناس. نقولوا ما عندهاش عيبه مع الناس ولا عنده حاجه مع الناس ولا عشان تاع خدمه، خدمه صباح شيء عنده وقت راه في الدار مع الناس، زعما مشي من اللي يولي يسهر برا ولا يقعد برا ولا عنده وقت صباح تاع خدمته كيما الخدمه شيء راه في الدار. لا هو زعما باشوش زعما قال عم هو يضحك زعما في طنيس، زعما هو يوميا زعما يتنص مع الغاشي مع سيدي. من يجي عندي الحاج الشباب يقول لك تربينا في حومه واحده، مشي قبل ما يسكنوا هنا في الحوش هذا الاول، الحوش اللي كانوا في اللي مع عائله كومبلي، تما برسك كبرنا في حوش واحد، كبرنا في زنقه واحده، زعما المام القرايه زعما قرينا في ايكول واحد، ما عندهاش التفريز هذا زعما كي المليح كي الدوني، كاع الناس يعاملهم زعما ما كان عاقل. ما كاش جماعيه يقول يقعدوا بلا بيه، كاين جماعه تما غيجوا اللي غيكون معاه. بعد معاناة شاقة قضاها الحاج في هذا السوق، فكر أخيراً في تطوير تجارته. قام بوضع ملف لونساج لشراء مركبة رباعية الدفع يسترزق منها، وبعد عناء شديد كان له ما أراد واشترى المركبة. ده لونساج جابها يخدم بها، بس هو الأولى كانت عندها كاروسة كان يبيع ويشري، بعد دار داسيا، يعني بعد قالوا له دي لونساج، ده لونساج. كان عاد بخرج لوطو تاع تويوتا هيليكس، خرجها لونساج، خدم بها السوق شويه، ومن بعد خدم بها ترونسبور، خدم ما كملش بها كيما يقولوا نخدم. طاحوا نهار دا دوسي لونساج، دوله عاوناته وخرج ديك التويوتا. قلت لك انا اللي قلت له دير لونساج، نقول له ما بغاش، قال لي ما نديرهاش، قال لي عيوني وجروني وقعد فيها بزاف. هي من بعد جانا قال له دير، هو قال له دير معايا على ربي، اسمع هو اللي شجعه، هي راح دير، هي جاب ربي يسهلك له. ذاك النهار كان عقلته بثلاثة، وهي راح خرج عيط لي قال لي انا جبت اللوطة، هي قلت لها بارك عليك. بالمقابل كانت زوجة الحاج تزيل عنه بعض الحمل، تشتغل على ماكينة خياطة كان قد اشتراها زوجها، والتي كانت تفي بالغرض وتغطي البعض من احتياجاتهم اليومية. كانت عندي ماشينة لما سلك بها شوية كما يقولك، مش احتلتها مساحة شوية، كنا عايشة كما يقولك حد وقد يخدم ذاك النهار، قد ما يجيب مصروفه ليكوش لبناته حليبهم. فالمهم ما يقولك شاطيني ولا يحوس عليك،
عرف بلي عندهم دار، عنده بو، عندهم ما، عندها مسؤولية تصرف عليها. 25 ديسمبر 2012، يوم ليس مثل كل يوم. تأخر الحاج في العودة إلى بيته، الساعة متأخرة والعائلة قلقة حيال هذا الأمر. نوط الصباح طيبت له قهوة، لكن طيب له قهوة عاد نوضة يعني طلبت الحاج نوط تخدم ينهض يعني شرب قهوة يجي خارج. قلت له مجدلة كابة الحمام، قلت له تديها معك. بعد قلت له روح أنا اللي طالعة نجيبها لك معي. هي قال لي خليها ما طلعي بناتك مكان له تجي ونديها واحد يخشي. قلت له لا أنا عارفة ما ترجعش. يجي هو خرج وانا من بعد جبتها وجيت الكاب طالت الحشية عاود رجعت. هاتش في ذاك النهار رحت قضيت يعني في جديدة تخرجت شريت هي وخليت لها كابا في الدار. كي جيت حشية تقصيت بوه قلت له يا درا الحاج ما جاش. قال لي ما جاش. هي عاود في ديك الكابا وعاود توت للدار. أثار هذا الأمر شكوكاً وتساؤلات في نفس زوجته بعدما حاولت الاتصال به أيضاً ولكن دون جدوى، وقررت في الأخير أن تتصل بأهله. أنا من الصباح ما عيطت للحاج وتليفونها طافي. هي ذاك النهار قعدت نقال على الوقت اللي يدخل فيه المغرب ما جاش. جاري جارس لبنتها قالها روحي شوفي لها أنا نعيطوا له وتليفونها نعم بالله. ثم تقلقت هي قعدت نسال غير لاختها ابان ما يعاود طلبت لي. قلت لي شنو بغيتي؟ قلت لها الحاج راه ما بانش تخرج راه ما بانش. هي خبرت بويا راح ما قاعد يعيط له فين هو ما بانش. حنا في هذوك لوطو مو مديناش قلنا بالك راه خدام بالك راه منه بالك راه خاطر بالك. قعد تعيط لنا قالت لنا بلي الحاج ما جاش ورانا نعيطوا له تليفونه طافي. قعدنا حنا ثاني نعيطوا له تليفون طافي. الو يا درا ما لقيتوهش؟ فتشتوا عليه في القهاوي الموال في قعد فيهم؟ والسوق رحتوا للسوق؟ روح للسوق روح للسوق. لم يكن أهل الحاج على علم بمكان تواجده أيضا، فتوترت العائلة وراحت تسأل جميع معارفه من أهل وأصدقاء. بيتين قاعدين باسكو ما عرفناش وراه تليفون طافي وكيعرف الحسابات تطلع وتهوت. نقولوا بالك خطر بالك لوطو طاحت اون بان بالك ليسونس كمل بالك هذيك بالك قعدنا نقراو فيها وين تجي. والحاج كيما نقولوا ماشي معويده ملي يسهر ولا يبات برا ولا كيما لحقت السبعه ما باش الحاج بداو يحوسوا عليه. مرت ليلة على غياب الحاج وانقطعت أخباره فجأة، فقررت العائلة الاتصال بالشرطة وعملت بحثا في فائدة العائلات. حجي أنا على الحاج حجي أنا كيف تخبرني عليه لالكي دوك البارد كيف بابان علي تخبر ما تيجي حاكو عليكم تنكو عليكم غنتي يا مزية قولي مالي ما راهاش هنا تسمعت نفقع طيح دروا كريس كارديا يا درا ما بين والو لي معيط وخير والو جوالي ما هم يجروا البنات هيبكو سعدو كي بارد وكنت مخلوعة وانا مخلوعة غادي نقعدوا ما نديروا والو. نضبو يا 12 تالي راح هنا لابوليس 23 بوزا بلانت قلو ما انا ولدي ما بينش. قال لها حنايا دروك ما نجموش نعرفوا اللي قالها تفوت 48 ساعه باش نعرفوا. قال لها الحاج روحنا غدوه الصباح الا ما بانش روح عاود ولينا غدوه الصباح. الزوج قال له ربوح جارنا كان يحوس عليه. قال لها راني بعيد كي عاود عيط له كي شغل يصوني صوني كي جات الزوج قال له ربوح تليفون طفى تليفون صايطفى الزوج قال له ربوح كاع صحابه جيرانه كاع الطريق اللي تبان له يقضبوه. قال بالك هذه الطريق بالك هذه الطريق بالك منا بالك منا وما نسمعوا كاين لامور نروحوا للسبيطارات وما كاين حاجه ورانا تما. انا قلت بالك غير شوف بالك بعد بالك راه بعيد بالك بالك طاح اون بال بالك ما عنديش حاجه واحده اخرى في بال. قعد سقساو عليا في السبيطارات سقساو عليا هكا في الدواوير هكا هكا هيا ما كيما نهار ثلاث ايام قالوا لنا راه في لما قالوا قد بولوطو في بوتليليس يا راحوا الشاش على الجوالين خوته يما كي راحوا يوصلوا تما صابوها مشي هي. بعد مرور 48 ساعة فتحت الشرطة تحقيقا وباشرت في البحث عنه. ما كانش حاجة واحدة أخرى قال احتلم لتعبالك دناها
يقول صاحب هذا المطعم أن الحاج كان متواجداً ساعة الفطور برفقة شخص بمطعمه وغادر مباشرة بعد تناولهما وجبة الغداء معاً. هذا النهار زعما جاء مع أبو الحياة فطروا فيه رحمة مسكين ومقلق. جاء زعما تقول له على عجل تقول له عيسان مام الخلاص ما خلص زعما قال لي مهدي من بعد يا مسكين. لم يتعرف صاحب المطعم على الرجل الذي كان برفقة الحاج وأكد للمحققين أنه شخص غريب عن المنطقة. جستومو كان لما ما قشت في الدراسة معايا لما ديفوا كان لما قس اللي كني لما لاحظ المشتريه تاعي لما ما نقولوا الخدم ما على بالاش به زعما كان لي عس ورحي زعما السيد هذاك زعما ما رفدش راسه من جهتي. شاولا جابوا لي تصاوير زعما تاع وحدين زعما ماشي لابسين ماشي مرتاحي قال لي هذا قال لي زعما شويه راه كريمين لك شي زعما تاع التحقيقات هذوك. قلت له ودي مشي هذه الصفه اللي جات عندي لما كان جابوا لي الصوره تاع نجم نعرفها. تواصلت عملية البحث عن الحاج في كل مكان والعائلة تنتظر قلقة سماع أي خبر قد يوصلهم إلى مكانه على الرغم من الإشاعات المتواصلة التي تتحدث عن رؤيته في مناطق مختلفة وتبقى مجرد أحاديث غير مؤكدة. جانا عندنا واحد وقال لهم بلي أنا في طريق حاسي قال لهم تكروازي تنوية تم عرفنا باللي الحاج خويا الله يرحمه ما خرجش من الحاسي ما فاش كاع الحاسي من الحاسي ودار بارت وحوسنا عليه نفس بخاط حوسوا لي مشيت للحاسي يقولوا واحد بو لحيه معاك كنا سامعين بو لحيه نشكينا في واحد بو لحيه يتعامل معاه هذا كان بكري مقبل قدام لي خدم ترونسبور كان يتعامل معاه نشرو ونبيعو معاه طلعنا عنده مشي هو ما كانش وين تمني ما يقولوا وين ما نسمعوا كاين حاجه رانا عندهم نحاول كنا سيمانه وحنا نجرو هكا وما زعما بدناش حاجه واحده اخرى في بالنا قلنا بالك راه بعيد ولا مقاضبينا ولا ماكش مشى صابوا عندها مقاضبينا ولا زعما بدناش حاجه واحده اخرى. الساعات تمر والايام تمضي والجميع يسال ويبحث ولا اثر للحاج في اي مكان. هنا مش مسوى التمنية نتاع ما على بالناش لا راه حي ولا ميت ولا كسر الله ما كيما نقولوا ماشي جانو على سيريبات اللي تقول باش نقولوا عطاها راه صبانيا ولا كيما هذوك اللي خمم ساكن عماري بولاده باين باللي زعما عنده حاجه اسمه تهولا الناس طلعت هو تبني وتهدم. انا راجلي ما كانش عنده عداوه مع الناس وما كانش زعما اللي تقول يقدر يدير له حاجه ولا كاع الناس يبغوه كاع الناس يحبوه كاع ما فيه والو وليدنا ترانكيل خدام على شره مولا وليدات ما فيش كبش ما فيش كلمة العي ما فيش وقع يبغوا التالي تسقسي تقولوا شا فيه الحاج يقول لك شا. في هذه الأثناء كانت والدة الحاج متواجدة ببيت شقيقها اتصلت بها بنتها الكبرى وطلبت منها الحضور لأمر ضروري لكي لا تثير مخاوفها وحرصاً على حالتها الصحية. شكين ما كنتش عاجبيني هما ريحي بعدك العيش اللي لابتك لا كيف هالريح وانا ما كشي عجبتني لا انت لا مرت خوك كيف هو الدار معمره ناس اما صحتك ما جاتش لا 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 راكي خادعتي راكي داسه كاش حاجه عليا شو صار صاي هي شوفي دو جوغ نقولوا بالك لا اون با 3 جوغ 4 جوغ 5 جوغ 6 جوغ سي غراف. اما كانت في غليزان كانت عند خالي كان داير اكسيدون ما قلنا لهاش كاع غير عيطنا لها قلنا لها روحي وصاي حنا ديجا خويا هنا معنا في الدار قلنا له روح قرا عليها باش ما يخلعوش الناس برا يسقسوها ولا بو هي كي دخلت قات فاميليا جوارين كاع حنا عندنا في الدار قالت لنا شكاين شكاين بدا نطقت باسم بويا قالت لنا بوكم ورا قلنا لها بويا راهنا انا يا قاتني قدامها امينه خديجه حوست كاع لينا غير الحاج نساته ولا مانيش عارفه حاجه الا هي ما ذكرتش الحاج في ديك الدقيقه. عندي عمتي قلت لها ريح كي تريحي انا نقولك شكاين قالت لها الحاج اليوم راه عنده يومين من اللي ما باش وهي كانت الحاج خويا عندها 4 ايام اللي ما باش بغينا ش نقولوا لها زعما ديجا هي فيها الحلوه فيها لا طونسيون وكي تقولي لها بانا غادي تدخليها للسبيطار. بعد 5 أيام من اختفاء الحاج كانت العائلة مجتمعة في البيت وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. هي 3 صرات 25 ديسمبر 2012 صرات بالثلاثة
الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد لابوليس قالوا لنا بلي صافي الامن الحضري صافي سونترال بلي شدوا واحد. هيا ما بكات وما ديجا كلمتها الاولى اللي قالت لنا قالت لنا شحال من يوم ما راش باين قلنا لها 4 ايام قالت لنا محل الحاج راح. داك النهار في ديك الليله اللي جينا خبرتها الحاج خويا الله يرحمه ربي طانا رحمه من عنده داك النهار اللي كلينا عقلنا على ماكلتنا عقلنا على قعادنا وتفرجنا تيلي وصاي كانت عندنا في ميتنا بيت عندنا بتعمتي بيتت عندنا داك النهار تاع مستغالي كانت بيت عندنا وجمعنا وقعدنا نحكو منا ومنا. من بعد انا كل واحد قد بلاصته انا بلاصتي في دي هنايا سمعت واحد يعيط من التاقه امينه امينه انا حليت التاقه وطليت قيت ولد عمي وقيت خويا كبير خلاه يمول هذا قضاء الله قالوا الحصب وميت خلاه يعاون شو صاير هذا قضاء الله فاطمه مالها هودت ما نعرف تعيطوا لها من ها هي اللي جات مالكي مالكي فاطمه مالكي مالكي رجلك راه مصفر كي الكعط كي الكعط انت مومنه ياك وهذا اش كاين الحاج خويا مالها الحاج مالها اش كاين الحاج قولي لي انت مالها اش كاين ربي يرحمها هما عيطك الولد ولد انا في هذيك اللقطه عاود كي شوت كاكيت عاود وليت عند ولد عمي خبرني الحاج خويا كي مات قال لي الحاج قتلو كاع كانوا سامعين داك النهار كانوا يحوسوا علينا حنا وين تنتوغوا ولا نديروا نبكوا ولا باش يدخلوا وديجا غير حنا توغنا قيطو نتبنا وكل شيء قال لي الحاج مات مقتول ومدفون وجبدنا من الدار مدفون تلقت عناصر الحماية المدنية الخبر وانتقلت فورا إلى المكان عثرت الشرطة على جثة الحاج مدفونة بفناء أحد المنازل بحي الحاسي وجدت الجثة في حالة متطورة من التعفن وجهه مهشم أخفى جميع ملامحه وبعد معاينتها باشرت أعوان الحماية المدنية في نقلها على متن سيارة إسعاف وتوجهت بها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران بعد أسبوع من البحث والتحري عثر على الحاج جثة هامدة مدفونة بفناء أحد المنازل بالحاسي ما السبب وراء إزهاق روحه؟ وكيف تمكنت عناصر الأمن من فك اللغز والوصول إلى مكان الجثة؟ حقيقة مؤلمة سنقف على تفاصيلها أثناء المتابعات التقنية التي قامت بها الشرطة على الخط الهاتفي المفقود والمسجل باسمه أثبتت التحريات أنه بعد تلقي الحاج مكالمة هاتفية من الرقم الذي حددته الشرطة انتقل إلى حي الحاسي على متن سيارته وتبين من التحقيقات التقنية أن الخط المتصل بالضحية مسجل باسم شخص يدعى محمد مقيم بحي الحاسي وأظهرت التحقيقات أن جهاز الهاتف المفقود والذي يخص الضحية وضعت به شريحة تخص المدعو محمد أي الشريحة الحاملة نفس الرقم الذي اتصل به يوم اختفائه
وبينت التحريات أن الشريحة وضعت بالهاتف بعد يومين من اختفاء الحاج عن البيت، وأجري بها اتصال هاتفي مع شخص يدعى قادة والمقيم بحي النجمة وهران. هذا الشخص مسبوق قضائياً وأودع الحبس في شهر جوان، وأفرج عنه يوم 20 ديسمبر سنة 2012. وحنا يسمعنا بلي كان يجو هادو الناس قهوة الباهية يجمعوا يقعدوا يعسوا فيه، بداو عليه كاع المعلومات بلي متزوج، بلي عنده زوج بنيات، بلي دارهم ضربوا وهم هاوين، كلشي كلشي، ولا واحد فيهم صغير، كاع كبار عندهم سوابق عدلية غير نفس الجريمة، ما عندهم جريمة واحدة أخرى، عندهم غير هذيك نفس الجريمة. بعد التحقيقات التي قامت بها رجال الضبطية القضائية لوهران، تم إيقاف المشتبه فيه الأول والمدعو محمد بحي كاستور. طلع طلع طلع. عند مواجهته بوقائع اختفاء الضحية الحاج بن عيسى وسرقة مركبته، ومواجهته بوجود اتصالات هاتفية بينهما، برر المشتبه فيه الأول محمد اتصاله بالضحية، وصرح للشرطة بأنه تعرف على الحاج منذ شهر في جنازة لأحد معارفه بحي الزيتون، وطلب منه نقل معدات خيمة الجنازة، ولهذا السبب اتصل به. أسفرت التحريات أيضاً على أن هاتف الضحية استعمل يوم 30 ديسمبر 2012 في حوالي الساعة 5 مساءً، وقد وضعت به شريحة تعود لشقيق المتهم فيه الأول محمد والمدعو الهواري. بعد تفتيش منزل هذا الأخير، ضبطت الشرطة بحوزته الشريحة التي تخص اللي عرفتها بيرسونال بلي هو باع اللوطو فوق راسه حاج خويا الله يرحمه، حاج خويا كان يتمشى باللوطو وهي مبيعه فوق راسها، على حسب تقرير الشرطه القضائيه بين اللوطو كانت مبيوعه، ما جاياش دروك في ديك الدقيقه اللوطو تنتباع وينقضبوا دراهمها، ما جاياش دوك في ديك الدقيقه انت تقتل وتبيع اللوطو تنتما، هذا السيد من جاوه الدراهم. تعود حيثيات القضية إلى 25 من ديسمبر 2012، اتصل محمد بالحاج عن طريق هاتفه النقال وطلب منه أن يوصل له بعض الأغراض المتعلقة بالجنازة. 8 الصباح جا عندنا حنايا الدار، وكان في داره وجا عندنا، كي جا عندنا كنت غيانت من تحت، سقساني على بويا وسقساني على امه وسقساني على التومية خواتي، دار مريضي بويا ما كانش هنا وما كانت في غيليزا، بون دار معايا غير شويه، من بعد راح في الحوش قاعد يشوف، يدور على الحوش يشوف فيه، من بعد خرج، كي خرج بون راح يخدم هو باسكو كانت عندها لوطو كلشي، راح يدي كورسا قالوا لنا حنا دا كورسا للعيون وجا. التقى محمد بالحاج في مطعم بحي ابتلاك ساعة الفطور، وهناك اتفقا على الساعة التي سيلتقيا فيها الاثنان بحي الحاسي لنقل الأغراض المتعلقة بالجنازة.
ان شاء الله لك عندي الوقت ما كاينش مشكل كاع عاشوف لي عندك الوقت قول وضرب ان شاء الله نكمل الشغل تاعي ونجي وانصرف بعد ذلك كل لوجهته الله اعلم الله اعلم كانت هكا 11 ونص 12 زعما وقت الغاشي زعما كان شويه هو مداري زعما يجي فر وطرا كيجي حشيه يجي ثلاثه هكا زعما في غرضه هيك تاع ديك النهار زعما شويه مقلق قال لي ما هذه ما معاك اليوم كلشي فطروا في رحبه زعما هي زعما ما نجي ما جاش عندي زعما قال لي من بعيد قال لي تبارك خير قام محمد باستدراج الضحية إلى بيته المتواجد بالحاسي الحاش خويا طولت هذا وين؟ والحاش خويا الدار بعيدة بزاف ولوطو ما جبتهاش؟ لوطو خليتها تحت علاه؟ لوطو أنا شفت قلت لابيس ماشي مليحة ولا خفت عليها خليتها تحت لا هذه الطريق طلع الوطا كبر لوطك ما طلعش منه مع لوطو تاعي جديدة وكلش خفت عليها أيا معليش أيا روح تقهوى معايا صافا بعد طريق هيا هو هيا هو مرحبا بك حاج وفور وصوله أدخله إلى بيته بحجة أنه سيضيفه شيئا والله يسامحك هذا الشيء كي وصل الدار تاعهم وقالها بلي المرأة راهي داخل قالها قال ندير لك الطريق باش تدخل كي يدخل قالها وراه مصالح اللي قلت لي زعما بين يديهم نشيهم عليك جاب له كرسي وجمعه في لوطون هذاك اللي جمع الحاج خويا هو جاب مصيطه دارها في وسط البيته وراح له وبينما هو جالس احضر محمد مطرقه وخدع ضحيته وضربه على راسه ليسقط مغمى عليه طاح كي شو تغاشى شويه باسكو ديك الضربه جات على خدعه هكا احضر الجاني بعدها كيسا بلاستيكي وحاول خنقه في هذه الاثناء استرجع الحاج وعيه وقاوم بشده لكن الجاني واصل جرمه باحضار حجر كبير وراح يهشم راس ضحيته فحطم وجهه وكسر اسنانه وشوهه بالكامل وخمج له قا وجهه عاود كي حسبه مازال راح حي راح تاني جاب له البوشيه وذبحه بها وانهى جريمته القذره بذبحه من الوريد الى الوريد ليتاكد من موته بعدها قام بتجريد الضحيه من ملابسه السفليه وحذائه الرياضي وسلب منه نقوده ومفتاح مركبته وكذا هاتفه النقال وبالمال الذي سلبه من الضحية قام المجرم بشراء الإسمنت ليحكم به غلق القبر ويبعد عنه الشبهات وليتخلص من جثته شرع المجرم في حفر حفرة بفناء بيته ولإسراع عملية الحفر اتصل بأخيه وطلب مساعدته بعدما أنزل الليل ستائره تخلص الجاني من جثته بدفنها في عتبة بيته وردم المكان بالإسمنت دفنها في الحفرة كي دفنها في الحفرة داد عيط للسيد اللي كان متفاهم معه على جلوب قال له سيبو راني قد يطلع فيه بعد اقترافه الجريمة التقى محمد بالمدعو قادة وأعطاه السيارة وركب بجانبه وتوجه إلى الثانية هناك نزل محمد وترك قادة يكمل طريقه بعدما تحصل على مبلغ 34 مليون سنتيم جهد قادة جهد دلوطو كي دلوطو دوها محمد تسينة محمد تاع السينيا ما عندهاش وين يبيتها داوها البوصفر ويبيتوها في بوصفر وديك بوصفر قال لهم السيد ما تبيتوهاش باسكو لا بولي جاو يحوسوا على اللوطو هذه عاودوا رفدوها كي رفدوها بغاو يدوها المسرقين
في طريق مسرقين كان قدامهم غازل هو اللي كان يقيدي فيهم الطريق بس كنت جلطو صاير عند لابوليس راه يروشيرشي بان غادي يكون يقضبوها في الطريق يدوها له غازل هو اللي كان يقيدهم في الطريق يخولهم في الطريق. اتصل محمد بعدها بشقيقه الهواري وسلم له مبلغ 30 مليون سنتيم وطلب منه شراء ماشية وتربيتها ويتقسم الربح معا. أكد المشتبه فيه الآخر في القضية والمدعو الهواري أنه استلف هاتف نوكيا من أخيه لكنه لم يكن يعلم بأن الهاتف مسروق ونفى أن يكون على علم بالجريمة التي اقترفها أخاه. ما كانش غير خوه يقارع ولا غير هو اللي يقتل ولا باينة كانوا كثر باش واحد يقتل ويقتل بهذيك الطريقة رب خطرات صحتها قليلة قليلة على الحاج خويا. أنا الحاج خويا شوية قادر عليه، أنا الحاج خويا ماغري كثير بصح قادر عليه، كنت لقى بيه فاس فاس يغلبه الحاج خويا. باش واحد يقتل واحد بهذيك الطريقة ويدفنه ويردم بالخوف ويبني بيطون فوقه وكل شغل ما كان والو ماشي وحده. المشتبه فيه الأول في القضية محمد، وبعد اعتقاله توصلت الشرطة بأنه تورط في سرقات واعتداءات أخرى كان آخرها الاعتداء على شخص يدعى عبد القادر صاحب سيارة أجرة من ولاية سعيدة بغرض سرقة سيارته. نهار شرعت اخويا كانت معاه تاني قضيه تاع حادة تاع السعيده تاني داير اللوطو تا وضربه ودخل الكوما. كي طلعنا عند الناس هادو تاع اللي رحنا عنده في المسجد كي سقسيناهم على هذا السيد هذا هذا المجرم ما فيش هذيك السيمه في وجهه يعني حاجه تاع خير في وجهه ولا كان ملتحي بالقميص ويدعى انه سلفي وهو ليس بسلفي يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم في جهه وهو في جهه. أثناء التحقيق مع الجنات اتضح بأن القضية تورطت فيها شبكة تنشط في سرقة السيارات تتكون من 7 أشخاص وودعوا جميعهم الحبس. بوليك تلحش خويا بمحمد طاوه إعدام خوش بهواري طاوة 20 عام قضى محمد غالم غازل وإدريس طاوة 8 سنين. انا وحده من الناس داخل ودخل على نفس الجريمه ما نعطيكش 8 سنين انا 8 سنين قليله فيك خليك تما حتى اللي تموت ما نعطيكش 8 سنين 8 سنين اش غادي يدير لك نتايا دروك انت الاولى دخلت زوجه دخلت ثالثه دخلت ما نضعرتش هذا ما يلقلاش ينعدم غير خطره ينعدم 600 خطره وقليله فيها شابا نقولهم حسب الله ونعم الوكيل هذا ما الحكومه ما قطعت لهم اللي دار لوطو عطاو 8 سنين ونزيدك حاجة ونزيد هذا للضحية هذا الكريمين اللي تلاقي يحوس يخرج انت كادر اللي تحوس يخرج احشم شوية احشم على عصلك البيت لا تعب لي كان ربي احشم دير أبوك آه يقولوا أختي هذه أختها فاطمة دير أبوك بيش يخرج كيف هذه. رحيل الحاج ترك أثرا كبيرا في محيط عائلته مرض وألم تقاسمه جميع أفرادها منذ فاجعة مقتله. أنا صح قعدت كملت العدة عند دار شيخي وعجوزتي أي يوم بعد قالوا لي زعما اللي بغيتي تقعدي هنا راكي قاعدة ما يخصك والو المهم دارنا قالوا لي اللي بغيتي تجي من يا روحي جيبي ولادك روحي أنا قلت لهم لا قلت لهم خلاني في براكة نروح نقعد في براكة كيما خلاني نقعد هي ديت بناتي ورحت قعدت في كذا في داري في براكة فوضوي والعيشة نسلكو فيها خطرة هاك هاكا صحابو خطات يتفكروا الدراري يبقى الشرط هي والدي فاني خطات هاكا يرسلوا لي يعطولي طحنا مريض دخلنا سبيطار قعدت كوما 8 جوغ موقعنا فيه القلب كنت لازم عليه يدير عملية تاع القلب حكمته لاكريز مور الموت كاع شحال بواحد الشهر هكاك حكمته لاكريز تاع القلب هاي دينا السبيطار هنايا قعدت 8 أيام
وين خرجنا عطاه بريق قالوا له روح للجزائر. مرته هبلت كذب بالك، مرته هبلت بوه هبل، كاع صحابه كاع جوارين كاع، كاش اللي تقبل هذه تاع الحاج نكتل وندفن، تاع حبالو كتيله كاع هكا تصرى دبزه تصرى، بصح باش واحد نكتل بهذيك الطريقه امبوسيبل. حطمت يد الغدر سقف هذه الاسره وسلبت الابتسامة من وجوههم، وبالأخص في فلذتا كبده تأثرتا بفراق والديهما ومرضتا مرضا شديدا. عندها زوج بنيات، عندها آية نور الهدى وآسيا نور الإيمان، وهو قام ما فرحش بها، بنتها دخلت تقرا ما فرحش بها، وكان يقرا كي شغل هذيك اللحظة تاع بنتها تدخل تقرا ما لحقلهاش، وهما كان فيهم الأولى كانت شوية صعيبة علينا باسكو كي توحشوها مرضونا مرضى زعما، وديجا ما كناش عارفين بلي راهم متوحشين بابا، حسبنا غير هكا شتي حمال قريب مع غراين وكلشي ما ديناهاش. وعندها اختها الصغيره لدروك مازال ترضع القرع، بغيت تدخل تقرا سنه اولى ومازال ترضع القرع. سقسي وهكا بصح شغل عارفينه وما مش عارفينه، قولك بابا مات بصح ما كيما الصغيره كي تشوف هكا لوطو ولا تقول لك لوطو بابا هياله ويا ماركيتهم بجمعيه اليتيم يعني. كنت قاعده نحوس على خدمه نحوس، هي دوك دخلتني في اتولينا، دخلتني في كاتم هكا صايي باش كيما قالك نكفي لهم قوتهم. و هذا بناتها مساكين ولا شتي بناتها راهم صغار مساكين، امها راهي كل جمعه تروح المقابر تبكي. ما خلاها والو، ما كانش خدام في شركه ولا كان غير يبيع ويشري، خلاه والو ناس الخير هكا سيتو العيد الصغير زعما يتفكروا منيش. بقيت عائلة الحاج تسكن نفس البيت وتعاني الأمرين قسوة الفراق والفقر معا. الصيف الحمى بزاف تذوق لي الخطط ينقطع نقعدو هكا، أنا بزاف ما لوطو من اللي راحت ما بانتش ذروك كما قالك القضية حبست واللوطو ما بانتش. أنا الحاجة اللي أني باغي يعطوهم يحقهم برك، حق بنيتي خاطش راهم صغار وما يعرفوش، بالك هما راهم صغار دروك بصح كي يكبروا يبغوا يقولك حق بابانا وين راهو، أني باغي حق. مازال ما يعطونا الدين، طوموبيل مازال ما تبان. ساعات فقط قضيناها في هذا البيت القزديري أحسسنا فيها بالمعاناة الحقيقية التي تعيشها هذه العائلة، حياة فعلاً لا تليق بالبشر. كل ما كان يريده الحاج هو بيتا يأويه وعائلته ولقمة حلال، كسر حاجز الفقر وناضل وكافح لسنوات فقط ليعيش كريما. أما الخواتم فكلنا نجهلها، فما كان الحاج ليظن أن من التقى به في جنازة سيخطط لجنازته. نحن لا نفك ألغاز الجرائم لإرعابكم، بل لتعتبروا ولتعلموا جيدا أن لا قاتل يفلت من العقاب مهما بلغت حيلته. إلى اللقاء في حلقة